من هم فقهاء المدينة السبعة؟ يعرف الفقه لغة بالفهم، كما قال قوم شعيب عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله تعالى إليهم، قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهمه. وأما تعريف الفقه اصطلاحا ففيه اختلاف بين أهل الصدر الأول للإسلام والمتأخرين، حيث إن أهل الصدر الأول من الإسلام عرفوا الفقه بالعلم الذي يشمل الدين كله، وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الفقيه من الصحابة فهو الذي خصه الله تعالى بنوع من الفهم لكتاب الله وسنة نبيه، ولا يكفي مجرد الحفظ ليكون صاحبه فقيها. وأما المتأخرين فعرفوا الفقه بعلم القانون الإسلامي، أي العلم بأحكام الشرعية العلمية. ومن الذين عرفوا الفقه من المتأخرين الآمدي، حيث قال: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ هم الفقهاء الذين اجتمعوا بنفس الفترة الزمنية في المدينة المنورة، وقيل هم سبعة من التابعين، وكانوا متعاصرين في نفس الزمن. وأولهم سعيد بن المسيب، والسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير. واختلف الفقهاء في تحديد الفقيه السابع، فقالوا هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أيضا هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، ولكن أغلبهم قالوا أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فمن هو سعيد بن المسيب؟ هو العالم الحافظ الورع الذي كان من أفقه أهل زمنه، وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، روى الحديث عن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم حكيم بن حزام، وسعد بن أبي وقاص، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وأبو هريرة، وابن عباس. وقد قيل فيه الكثير مما يدل على سعة علمه وفقهه، حيث قال ابن المديني: لا أعلم أحدا من التابعين أوسع علما من سعد بن المسيب. وقال مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم، فما وجدت أعلم منه. وقال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم منه بالحلال والحرام، وقد توفي بعد أن بلغ 80 عاما. ثاني الفقهاء السبعة هو عروة بن الزبير. هو الفقيه والعالم والرجل الصالح الذي لم يدخل بشيء من الفتن، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، وكنيته أبو عبد الله المدني، وأمه أسماء بنت أبي بكر. ولد في بداية خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وروى عن الكثير من الصحابة، منهم والده وأخوه وخالته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهم. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أعلم من عروة، وتوفي في العام 94 للهجرة. ثالث الفقهاء السبعة هو خارجة بن زيد، وهو العالم الفاضل المعروف بالعبادة والصلاح، وهو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري. وتجدر الإشارة إلى أنه روي الحديث عن أبيه، وعن أسامة بن زيد، وعن عمه يزيد، وتوفي سنة 100 للهجرة. رابع الفقهاء السبعة هو القاسم بن محمد. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد، روى الحديث عن عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أبيه، وعن أبي هريرة ومعاوية والعبادلة. وقال خالد بن نزار: كان أعلم الناس بحديث عائشة 3: القاسم، وعروة، وعمرة. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة منه، ولا أحد ذهنا. وتوفي في السنة 6 بعد 100 للهجرة. خامس الفقهاء السبعة هو سليمان بن يسار الهلالي. هو العالم الصالح والفقيه الفاضل، كان يكنى بأبي أيوب. ومن الجدير بالذكر أنه روى الحديث عن أبي هريرة والمقداد بن الأسود وابن عباس، ومما يدل على غزارة علمه أن سعيد بن المسيب كان يقول للسائل: اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم. وتوفي في السنة 7 بعد 100 للهجرة، عن عمر يناهز 73 عاما.
سادس الفقهاء السبعة هو أبو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف، ولد في سنة 24 للهجرة، وكان من سادات قريش، بالإضافة إلى أنه كان فقيها ثقة وكثير الحديث، حيث روي عن الكثير من الصحابة منهم أبيه وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة. وتوفي أبو سلمة في العام 94 للهجرة، أو عام 104. وآخر الفقهاء السبعة هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود، هو تابعي ثقة وعالم فقيه وجامع للعلم، كانت كنيته أبو عبد الله المدني. روى الحديث عن عمار بن ياسر وعائشة وابن عمر وابن عباس، وكان عمر بن عبد العزيز من طلابه. وقال الزهري: ما جالست أحد من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، ما خلا عبيد الله بن عتبة، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. وتوفي في العام 98 أو 99 للهجرة.